أنا أعلق عضويتي في لجنة الإعلام والاتصالات، لأنه هيدا اللي قادر أعمله مقابل هذا يعني الوضع المزري اللي وصلنا له على صعيد الحريات، على صعيد أنه مين ما بيعلي صوته بيجي بيستعمل القضاء عصا غليظ لإسكاته. هيدا الموضوع مش مسموح يمرق، لأنه رح يوصل الموس على رقبة كل الأحرار، وعم نشوف أصلاً ملاحقة لناشطين بكل المناطق بشكل مخيف. لجنة النقاش وصل إلى حدية وإلى غير موضوعية، إلى كيدية سياسية من بعض الفرقاء يلي كنا نحن عم نحاول ندافع عن حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير. شريعة غاب وعزلة تامة عن العالم، هول اللي فيني أنا استعملهم لحتى أوصف الحالة اللي نحن موجودين فيها للأسف. هذه العقوبة ليست بشدتها إنما بما تخفي من ورائها، أي أنها تخفي ترهيب للإعلام، تقييد لحرية التعبير، وتقويض للصحافة.